خلاص روح. ايش اللي عامله في حالي انا هذا؟ سقع يا جماعه، والله سقع. السلام عليكم. طبعا يا جماعه الخير، من اكثر المشاكل اللي بتواجه المربي نيو. طب خلص انقلع يا طول، روح الضار، بس تمزقنيش. يلا روح. اوبا، تمام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبايب رجعناكم في فيديو جديد. طبعا يا جماعه الخير، من المشاكل اللي بتواجهنا في تربيه الطيور، هنتكلم في الحلقه هذه ان شاء الله. فاللي بدي اياه منك انه انت تسلخ لايك تحت هان، وتربط احزمه الامان، احزمه اللي هو نسيت، والله نسيت زمان ما عملتها هذه. تمام. لو انت اول مره بتشوف قناتي، لف لك لفه في القناه حتعجبك كثير كثير، واشترك في القناه هنا وفعل تنبيه الجرس، وخلينا ننطلق نشوف. طبعا يا جماعه الخير، الدنيا شتا شتا شتا، خلينا نروح انترو ونرجع انترو. طبعا يا جماعه الخير، رجعنا لكم من بعد اللي هو الانترو. طبعا يا جماعه الخير، صلوا على النبي، زيدوا النبي صلاة، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تمام، أول حاجة بدنا نبدأ فيها. أوبا أوبا، بسبوس بسبوس انضربت يا جماعة، بسبوس انضربت، بروح أشوفها. طبعا هنلحق ده، تعال 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 تعال، بسم الله بسم الله، تعال خلاص. هي خلاص، هي طيب، تعال أوديك على البقرة، امشي خلاص، اهدي طيب، ممزوزة خلاص اهدي. بعد القتلة تعال، ما انت بتروحي لعند الناس، ايش بدك في الناس، هلك عنا. خلاص اهدي، خلاص تعال وديك على الدار، امشي يلا. خلاص خليك هان ورا الشباك قبل ما تنشفي. بسبوس بسبوس، ايش شعورك بعد القتلة؟ عشان تحارمي ثاني مرة تطلعي برا، خليك هان انشفي، فوت انشفي. قال يا مكتلة يا مكتلة، انت يا مكتلة، كتلوكي ضربوكي. طيب خلينا نروح نرجع للموضوع تبعنا. تمام يا جماعة الخير، كنا عند موضوع اللي هو اهم، اللي هو الحاجات اللي انت بدك تسويها على اساس انه انت، والله يا جماعة الخير تخربطت بعد ما صار اللي هو القتال. خلينا نركز وجمع قواي وارجع لكم. تمام يا جماعة الخير، صلوا على النبي، زدوا النبي صلاة، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تمام يا جماعة الخير، بالنسبة للمشاكل اللي بتواجهنا في تربية الطيور، ألا وهي بعد الشتاء بصير اللي هو الأرض أو المكان كله مية، وبأثر سلبا على صحة الطير، على أساس إنه الرجلين يعني بتكون على الأرض ورطوبة ومية وسقعة وصقيع، فبتأثر اللي هو على صحة الطير. فاحنا ايش بدنا نسوي في الحاله هذه؟ الحاله هذه يا جماعه الخير ممكن انه احنا نزود اللي هو كميه العلف على اساس انه الطير يعني يدفى ويكون يعني كيف انه احسن له. وطبعا بالنسبه للبيوت تبعتنا، فبامكاننا ان احنا نشدشد البيوت اكثر، نشدشدها في اللي هو النايلون والحاجات هذه. تمام، فهذه هي اكثر حاجه بتواجهنا في تربيه الطيور، انه المكان يكون يتعبى زي ما انتم شايفين، ميه ومويه وحاجات زي هيك. فخلنا ايش نشوف هدول ايش صار فيهم. هدول صراحة قاعدين بيستنوا الطعام، طبعا قدوة وفدوة وفلفل. طبعا في ناس كثير قالت لي ابو ادم حط قدوة وفدوة عند الديك شحبور، فلسه صغار يا جماعة، اطلعوا كيف لسه صغار، يعني مش تبعون اللي هو ان احنا ننقل لهم، زي ما انتم شايفين لسه صغار ومش تبعون اللي هو نقل. ممكن هذه، ها ممكن، بس هذه حاسسها يعني لسه صغيرة، فمش عارف صراحة. لو انتم مصرين على الكلام هذا خلاص، ممكن نحن نقول لهم نشوف ايش ردة فعلهم. طبعا هذا هو فلفل ما شاء الله، اللي طلب مني قال لي يا ابو ادم ايش امه ايش ابوه. فابوه يا جماعة الخير زورو، وامه اللي هي الدجاجة البيضة، هذا هو ابوه، هيو زورو، وامه هذه هي الدجاجة البيضة، هذه اللي غاد البلدية، امها بتكون يعني تهجين، هي تهجين، امها بتكون ابوها بلدي وامها تبع البياض المزارع، فاهمين علي؟ خلينا نروح نفوت نشوف البيض، بيض الرومية بعد ما هي رقدت عليه ايش صار فيه، لأنه أنا خايف يكون داخل عليه مية، ولكن أنا حطيت اللي هو شادر وظبطت أموري، فخلنا نروح نشوف. فيلا فوتي، بس فوتي فوتي، قدر أجيب لكم أكل. تمام، خلينا نروح نفوت ونشوف. لوك الجديد هذا طقم، انسى ما خلنا أعطيكم.
يا جماعه الخير، اذا بتلاحظوا الديك شوقي قاعد فوق، ففي ناس كتير قالت لي يا ابو ادم حط الديك الشوقي مع الانثى البيضه هذه اللي تو شفتوها التهجين، ف مش عارف حطيته قبل هيك او اتقاتل معاها وضربها وصار في دم وحاجات ثانيه، فمش عارف. فاللي بيسلم بيقول لي هو بكسر، ولكن كيف؟ اول ما يكون زوره بعيد عن الاناث تبعته فبتلاقيش بصير ياخذ الوضع هيك وبكسر عاده وبشرط بفلق هيك. خلنا نفوت على البيت ونشوف هل اللي هو البيض، بس انا ما دخلتش ولا شفت، نشوف البيض كيف البيض بعد اللي هو الشتاء وهل تغرق ميه ولا لا، ف ندخل ونسمي الله وانا خايف، ولكن خليها على الله تمام. فيلا نفوت نشوف. طبعا البيت ما فيش فيه ميه، فيش الا اشي بسيطه من الباب جاي. فهذه هي الانثى، حنفقد البيض صراحه، بس ما فيش شيء فلاش، حضوي فلاش حفرجيكم. طبعا خليكم معي بس شويه اجيب اللي هو الفلاش وضوي. في ناس حكت لي يا بادم ايوه عندك بعد ما ترقد بتقوم بتقول جامد، فالحمد لله هي رقدت وما عمرها صارت اللي هو الرومية ترقد وبعدين تقوم وكده يعني. زي ما شايفين البيض الحمد لله بخير وكل اشي عال 100%. مش عارف، حس في حاجة ناقصة في هاي قشرة بيضة، مش عارف، وهي كمان قشرة بيضة شكله في مكسور اللي هو بيض معاها، فمش عارف صراحة. فأنا بخبيش عليك وأنا بجيش كل يوم، يعني كل يومين باجي بفقد، فحتى لو يعني طلع البيض كله يعني منيح أو مش منيح ممكن إن أنا أحط لها بيض تاني، لأنه أنا هنا عندي حاجة بترقد، فاهمين علي كيف؟ فبس خلينا بس إيش أفرجيكم أكتر. هذه هي وهي البيض اللي تحتها زي ما شايفين، في خسس كتير على فكرة، في أكثر من 3 بيضات مكسورين، فمش قصة، إحنا حنقولها إن شاء الله، حنقولها في مكان تاني بعد الراقد ب10 أيام، واللي بضل بضل، اللي بتكسر ربنا يعوضنا فيه تمام. خلنا نروح نشوف إيش نسوي ونكمل اللي هو الفيديو تبعنا. خلنا نروح على بيت اللي هو شحبور وشحبورة والدجاج اللي غاد والعون والعيناء تمام. طبعا يا جماعة الخير الواحد ما يزعلش ولا ييأس، خرب البيض او كسر بيض يعني ما يزعلش ولا يعني تفعلوا خير تجدوه، ممكن انا مش حينفعني هذا، حينفعني شيء ثاني، فاهمين علي؟ فالقصه كلها انه ما تزعلش ولا تندم على شغله انت صارت معك تمام. خلينا نروح نشوف البيت الثاني، يلا ليتس جو، تعالوا معي. فالجو كثير اليوم ماطر، او لسه سكتت طول الليل تستوي او تمطر، فحندخل على البيت ونشوف كيف الدجاج هان. فالحمد لله صحته حلوة، أنا شايفه هيك يعني. خلينا نشوفه بس عن قرب، زي ما شايفين هذا هو شحبور وشحبورة وهي العون والعيناء تمام. خلينا نروح نجيب لهم اللي هو الطعام بعد ما اطمننا عليهم، وخلينا نروح نشوف برضه بيت الطيور الحمام اللي عندي، هذا أهم شيء، لأنه أنا قبل هيك عانيت كثير منه، بدي أشوف بعد ما أنا ظبطت اللي هو الأمور فيه. عارف القصة هذا صار تزبط معايا. طيب خلينا نحطها هيك، نحطها هيك أحسن ألطف. سقع يا جماعة سقع. طيب خلينا نفوت على البيت ونشوف نشوف كيف البيت بعد الشتاء بدي يقدم. طبعا أنا شايف البيت يعني منيح، أنا شايفه منيح وما فيش اللي هو تسريب، هذا ما فيش تسريب الى حد ما، ما فيش تسريب مياه وكده يعني، بس اضبط الكل هذه. فحنشوف بس ايش البيوت اللي هي هذه هي بتتكون هان تنزل من السقف السقفيه، بس انا حطيت له نايلون، انا شايفها يعني كيف مناسبه حلوه. صلى على النبي يا جماعه الخير، زدنا بالصلاه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. خلينا نخلي في اضاءه، بس بدي افتح اللي هو هذا، خليكم معي بس ثواني.
حتى جماعة الخير إلى حد ما البيت يعني فتح. إلى حد ما يعني البيت فتح يعني. بس إيش أنا جبت اللي هو هذا القش، فهنحط شوية هيك تنك كلهم كل واحد شوية هيك. صار في بايض، هذه بايضة جوا هنا، في واحدة بايضة هنا، هذه هي هنا بايضة، وفي كمان بايض بعد زي ما انتم شايفين مش باينة. المهم وهنحط الباقي، هنحط باقي هذا السمك عشان ما اطولش عليكم. حط انا احط لهم رجعت ولا كيف. هاي التدفئة بس يا جماعة، في نفس الوقت تعشيش انه يعششوا انه هذا عش لهم. الكاميرا الكاميرا راح، الكاميرا راح تمام. حطيت لكل اللي هو وحطيت لكلهم حد ان انا اطعميهم. زي ما انا عودتكم جميع انواع الحبوب، شايفين كيف؟ الفرعون طلع برا لنجيبه. تقريبا هذه اول مره الفرعون يطلع برا من اول ما حطيته في البيت هذا، فحفصل معك اجيبه وارجع تمام؟ طبعا رجعت يا جماعه بعد ما جبتهم كانوا طالعين برا فحنحطهم. فبعد ما حطينا القش جيت لقيتهم حسسهم هيك، بس مش عارف هيك حسسهم هيك حابين القصه، حابين اللي هو القش والهذا مونسهم هيك، مش عارف كيف اوصف لكم الشيء، ولكن حاسسهم ان هم متونسين. فخلنا نروح نطعم الوقت اللي هو نسكر معاكم الفيديو. فهيا بنا. طبعا حابب ان هم يتفاعلوا، هروح اجيب الطيور الثانية وحنروح نطعميها. فهيا بنا. طبعا حنروح نطعم اللي هو فدوى وفدوى وفلفل تمام. صلوا على النبي جماعة الخير، زدوا النبي صلاة، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا حنديله اللي هو الطعام وحيب ان هم ياكلوا يتفاعلوا زي ما شايفين. بسم الله ما شاء الله عليهم. وحنروح للبيت الثاني. عابر عبيط عبر عبير هم قلت له هان العون والعيناء. طلعت الشمس، الله اقسم بالله طلعت الشمس. احلى لايك للشمس يلا يا جماعه اعملوا لايك. طبعا خلينا بس نطعم اللي هو الطيور هذه. جعانه فكر يلا بياكل يا حبه لك وحبه له بالدور يلا شاطر. خلينا نحط لهم طبعا ما شاء الله بيتفاعلوا يا جماعة ما شاء الله عليهم. وهذول بيتفاعلوا كمان مش مبينين. طبعا حنسكر عليهم. طبعا هذلك برضو بيتفاعلوا. بس زي ما قلت لكم دفوا الطيور منيح خلوها تدفع. خلينا بس ايش نسكر على هذاكي على البيت هذاك عند الطيور الثانية. هذا نسكر عليهم. زي ما قلت لكم يا جماعة دفوا الطيور تبعتكم منيح، سدوا عليها، دموا فيها، حتنتج، ادوها الطعام المناسب، الفيتامينات المناسبة، لو ما مش قادرين تجيبوا الفيتامينات جيبوا اللي هو أعشاب فيها فيتامينات زي الكريز زي
ورق الليل ملفوف، كل حاجة فيها فائدة تمام. وهذه هي أكثر مشاكل يعني بتواجه المربي، أكثر مشاكل بتواجه المربي اللي هو الشتاء أو الأمطار والسيول اللي بتصير بعد اللي هو الأمطار تمام. فإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. لو عجبك الفيديو تنسناش اللايك تحت والاشتراك في القناة وتفعيل تنبيه جرس الفاقة بحزين، ولف لك لفه زي ما قلت لك في القناة إن شاء الله تعجبك، إن شاء الله تلاقي حاجة هيك تعجبك. ولو أنت حابب إن إحنا نعمل فيديو أو نعمل شغلة أو عندك أي سؤال اكتب تحت في الكومنتات وإن شاء الله هرد عليك. عندك محمد الخوالي وضي حاتم، بالنسبة للإخوة اللي أنا بردش عليهم ورد عليك وضي حاتم، أكاونت باسم ضي حاتم أو محمد الخوالي، فهذولا من اللي هم مشرفين القناة، هم أصدقاء ولكن أنا خليتهم زي مشرفين في القناة لأنهم متفاعلين عندي بشكل كبير على التيك توك وعلى الأنستا وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى صفحتنا على الفيسبوك. لو أنت ما دخلتش على صفحة تبعتنا على الفيسبوك باسم يوميات مزارع فلسطيني لتربية الطيور، ادخل عليها وانشر اللي هو البوست اللي بدك إياه وإن شاء الله يرد عليك اللي هو إذا أنت بدك عندك مشكلة وصارت مشكلة وبدي أسوي إيش عامل إيش زي هيك يعني، نزل بوست وإن شاء الله يرد عليك الإخوة موجودين صح أصحاب قنوات فيها موجودة الصفحة وعلى الفيسبوك برد وعلى كل التواصل. ولما أنا أتأخر عن الرد على اليوتيوب الأسئلة تحت بتلاقيهم ما شاء الله انطلقوا في فيخلف عليك والله. بس حبيبي بنكون وصلنا لآخر الفيديو، بتمنى لو عجبك الفيديو تسلق لايك تشترك في القناة وبس. برجع لكم يوم غير تسامح أكثر مصر أنا أذكر الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.